رسالتنا إلى جميع العالم أن هناك رياضة، رياضة سلام تسمى، وهي توعوية ما بين المحافظات كامل، ولا نود أن رياضة الدراجات تقتصر في محافظة واحدة، وإنما نوصل إلى جميع المحافظات أن هناك رياضة دراجات نود أن تقتصر جميع العالم. نحن سائرين إلى صعدة لننشر السلام، وهناك أيضا في طمأنينة ويعني حياة لا زالت مستمرة لدى الشعب اليمني. لحظة في اسبانيا عسير، وهناك كل حاجه عنده الشكل هذا حق ما مخزين.